واصلت القافلة العلاجية بنقع الحجر التابع لمركز دراو في أسوان عملها لليوم الثاني على التوالي، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأجرت القافلة الكشف الطبي على 953 شخصا، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل حالات أخرى للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية. القافلة الطبية أكثر من 10 تخصصات طبية مختلفة، معانا الصيدلية المجانية اللي بتقدم من أكثر من 130 صنف دواء، معانا معملية دم والطفيليات، معانا كمان الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط. النهاردة كمان معانا التحويلات لأقرب مستشفى متخصصة، المستشفى دراو المركزي، ونحتاج الأمر مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان. كل الخدمات الطبية المقدمة النهاردة مجانا. بنستقبل حالات الجراحة وبنشخصها، واللي محتاج أي وصفات علاجية بنكتب له العلاج وبيصرفهم بالمجان من صيدلية خاصة بالقافلة، وأي حالات محتاجة أي تدخل جراحي بتحول للمستشفيات المحيطة بالمكان.